برحب بحضرتك معانا مدام منال، منورانا وسعيده قوي انك موجوده معانا في اخر حلقه في 2022 ونبتدي مع بعض 2023. يمكن زي ما قلت في المقدمه كده، ناس كتير ممكن يكون عندها مشاعر يأس، خوف، احباط، فقدت ناس بتحبهم، عندهم مشاكل ماديه، يعني داخلين السنه الجديده بمشاعر يأس كده. واكتر حد ممكن يقدم تعزيه هو اللي اختبر معنى الالم. فإزاي عديتي من التجربة دي؟ نشكر ربنا، لأن ربنا هو اللي بيدي التجربة وهو اللي بيدي معاه الاحتمال. فربنا هو اللي بيقوي وهو اللي بيسند. يعني طول ما الإنسان بيمر بتجربة صعبة بيحاول إن هو يمسك في ربنا أكتر من أي وقت، لأن ربنا هو اللي بيقوده في طريقه وبيحاول على قد ما بيقدر يعدي المرحلة الصعبة اللي هو بيعاني منها أو موجود فيها. فإحنا دايما لازم نتمسك بربنا، نمسك فيه، نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نلجأ لربنا، ما نلجأش للناس، لأن اللجوء لربنا بيحاول إن هو يخرجك من أي حاجة صعبة أنت بتمر بيها. يعني إيه نلجأ لربنا؟ يعني نعمل إيه؟ في ناس ليل ونهار في الكنيسة ومش حاسة بتعزية، عشان ربنا الحقيقي مش جواهم. يعني صوت ربنا هو بيجي من ربنا ذاته. يعني ربنا ده أخده صاحبي، أتكلم معاه، أصلي له، لأن هو جنبي وسمعني، بيحاول إن هو يطبطب عليا في أي وقت أنا بطلبه. هو ده الصديق الوحيد اللي ما بيبعدش عنك أبداً، هو ده اللي بيبقى واقف جنبك، هو ده اللي بيسمعك وبيديك الحل الحلو الجميل اللي هو فعلا يطلعك من الأزمة اللي انت بتمر بيها. احكي لنا كده عن موقف يمكن شفتي ربنا بيطبطب عليكي فيه بعد التجربة دي، حسيتي انه ربنا بعت لك رسالة يقولك اطمني انا موجود. بعد ما فادي مشي، يعني حسيت ان الدنيا كلها يعني اسودت في عيني، وحسيت ان سندي الارضي اتاخد مني. لكن انا لجأت لربنا، قلت له يا رب زي ما انت اخدت السند الارضي اديني سند سماوي من عندك. لقيت كل حاجة في حياتي بتمشي حلو. يعني كنت في حاجات انا بحتاجها، ان فادي لازم يبقى وهو واقف جنبي راجل سند ليا والاخواته البنات. كنت بحس ان ربنا بيبعت لي ناس تقف معايا وتنجز معايا اي حاجة انا عايزاه فيها. فهو ربنا فعلا ما بتلجئي له وتقولي له يا رب اسندني اديني سند من عندك، بيديكي سند. يعني حضرتك كنت شايفة انه في ناس بتظهر في حياتك تساعدك تخلص حاجات، الناس دي ممكن تكون اصلا لو انت حتى فكرتي تستعيني ممكن ما يبقوش موجودين. مزبوط. ربنا اللي بعتهم. ربنا بيبعتهم وربنا هو اللي بيدبر. يعني دي فعلا انا اختبرت ربنا في حاجات كتير، لقيته واقف جنبي بطريقة يعني أكتر من اللي أنا عايزاه وأكتر من اللي أنا متخيلاه. في ناس كتير بتتفرج علينا ممكن يكونوا مروا بتجربة الفقد، فقدوا حد من أولادهم، حد من عائلتهم غالي عليهم، وإحنا أصلا بقالنا أكتر من سنة يعني بنعاني من الوباء وناس كتير راحت. نفسي تقولي رسالة كده لكل أم بتتفرج علينا يمكن مرت بنفس الظروف حضرتك، طمنيها واديلها رسالة أمل واديلها تعزية كده تتناسب مع طبيعة المناسبة اللي احنا بنمر بيها حاليا. أقول لها امسكي في ربنا أكتر من أي وقت قعد عليك في حياتك. لأن ساعتها مفيش إنسان هيقف جنبك زي ما ربنا هيقف جنبك ويعزيكي. هو اللي اداك التجربة، هو اللي هيديك الاحتمال، هو اللي هيديك التعزية، هو اللي هيقف جنبك ويعدي بيكي من المحنة اللي انت تعرضت لها. قبل ما يعني فادي يروح السماء أكيد كان في علاقة ما بينكم، أنا نفسي نستفيد بقى من العلاقة دي وتشرحي كده لكل الأمهات اللي بتفرجوا علينا إزاي نبني علاقة كويسة مع أولادنا. يمكن إحنا في الفقرة اللي فاتت مع سيدنا كنا بنتكلم عن إزاي نبتدي بداية جديدة مع أولادنا، فبما إنه حضرتك اختبرتي ده كانت علاقتكم حلوة قوي وأنا عارفة الحكاية دي، إزاي أي أم تبني علاقة حلوة مع أولادها؟ تقرب أولادها لربنا. الكنيسة رقم واحد في حياة أي ابن او ابنة. طالما انت قربتي للكنيسة وبقى ربنا قريب منه وفي قلبه،
ما تخافيش على ابنك او بنتك. دي بتبقى في علاقة قوية ما بينك وما بين ربنا، وما بين ابنك او بنتك، ما بينه وما بين ربنا، دي بتبقى انت بتبقي مطمنة يعني. لكن لما بيبقى الابن او الابنة بعيد عن التربية في الكنيسة، بعيد عن الكنيسة، دي تقلقي، تبتدي تقلقي، لان اي مشكلة هيواجهها مش هيبقى قدها، هيضعف، ممكن يتصرف تصرفات مش حلوة. لكن بقى على مستوى علاقتك انت بيه، كنت بتبقي شديدة عليه؟ كنت بتتكلمي معاه؟ كنت عاملة ازاي معاه؟ لا، هو كان فادي، كان حلو، وكان هو اللي مقرب نفسه لربنا، وهو اللي كان علاقته قوية بالكنيسة، وعلاقته قوية ان هو كان خادم حلو جدا، كان عنده نشاط حلو قوي في الكنيسة، كان بيخدم المخدومين بتوعه، أب وأخ وصديق، بيحوط عليهم، بيحاول هو يستفيد منهم وهم يستفادوا منه. يعني كانوا بيكملوا بعض، وكان بيعمل لهم خلوات كتير، وكانوا يعني كان خادم حلو، كان خادم جميل قوي. وأنا عارفة كمان أنه حضرتك كنتوا على علاقة قريبة، وكانت درجة الصداقة ما بينكم أعلى من فكرة أنك أم وابن. إزاي نعمل ده مع أولادنا؟ إزاي نتصاحب عليهم؟ وانت عارفة أنه اليومين دول التربية صعبة والتحديات كبيرة، والولاد بيشوفوا حاجات على الإنترنت وفي المدرسة وفي الشارع وفي كل حتة. إزاي أصاحب ابني أو بنتي؟ لازم أنزل مستوى تفكيره، أعرف مواطن الضعف والقوة في تفكيره، أحاول أن أنا أقرب وجهات النظر ما بيني وما بينه، لو في نقط اختلاف بحاول أن أنا أقرب وجهات النظر دي. غير كده يعني هيبقى في مسافة ما بين الأم وابنها لو ما نزلتش المستوى التفكير وفهمت هو بيفكر إزاي. لو في أفكار غلط بتحاول هي تصلحها بالكلام، بالحوار ما بينهم وما بين بعض. لكن ان انا مثلا الاقي ابني بيفكر بطريقة غلط، او في فكر هو بيقوله لي مش عاجبني، ان انا اهاجمه او اعنفه، ده يجيب نتيجة سلبية مش ايجابية. بشوف حضرتك كده نموذج للست الشاكرة. اشكر ربنا. ناس تتفرج علينا دلوقتي، تشكري على ايه؟ تشكري ليه؟ اصلك ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة، هو ربنا اللي اداني التجربة، وهو اللي اداني الاحتمال، وهو اللي اداني ان انا يعني اشكره على كل حاجة بيجيبها، لان يعني ربنا هو عارف ولاده وعارف هما بيفكروا ازاي، وبيدي كل واحد على قد احتماله. يعني الكلام ده مش بنقوله عشان احنا لا. دلوقتي بنسجل في التلفزيون، لا، وعايزين نقول كلام للناس، كلام محفز، لا. لكن احنا عايشين الحياة دي. طبعا طبعا ناس كتير ممكن تشكر وقت الحاجات الحلوة، يعني لما ربنا يديني حاجة حلوة او يديني حاجة انا نفسي فيها فانا بشكر، لان ده الطبيعي. انما لما اكون انا وسط التجربة واشكر، مش حاجة صعبة شوية؟ وما اكون في وسط التجربة وحس ايد ربنا بتسندني وبتقويني وبتطلعني من الضيقة او المحنة اللي انا مريت بيها، وحس ايد ربنا بتساعدني بتسهل لي كل حاجة، يبقى انا اشكر ولا لا؟ يعني في حاجات كتير، احنا بشر وكلنا بنقول ليه يا رب، لا احنا ما نقولش ليه يا رب، نقول اشكرك يا رب، لان هو ربنا ما بديش لولاده حاجة وحشة، هو بيدينا كل حاجة حلوة، ويعني افكاره واحكامه بعيدة عن الفحص. وبعدين يمكن احنا ما نفهمش دلوقتي، لكن هنفهم بعد كده. ده اكيد. انا بشكره على كل تجربة. يعني بابا مشي في 2015 وهو في 2017، لقيت ما فيش سند ارضي، قلت له يا رب انت اخدت السند الارضي، اديني سند سماوي، وفعلا سندني ورعوني وما خلانيش احتاج لحد، لان دايما كنت اقول يا رب ما تحوجنيش لحد غيرك. انا التقيت بمدام منال، عايزه اقول لحضراتكم، من سنوات قليله ماضيه، وهي هي نفس السيدة اللي قاعدة قدامي، هي هي اللي كانت قاعدة من كام سنة بنفس نبرة الفرح اللي انتوا شايفينها في صوتها، نفس نبرة التعزية، ما اختلفتش كتير. ده معناه ان احنا مش بنقول كلام وخلاص، احنا بنقول كلام عايشينه، ده حقيقي. هتعملي ايه للتراث السنة؟
هروح الكنيسة أيوة. وأصلي وأنا حاسة إن فادي هيبقى جنبي وهبقى فرحانة أكيد. فرحانة لأني مطمنة إن ابني في مكان جميل طبعا. وجنبي في الكنيسة أكيد هيبقى حاسس بيا وأكيد هيبقى جنبي وأكيد هيبقى شايفني، وساعتها هطلب منه بقى اللي نفسي فيه. بتتكلمي معاه؟ بتكلم معاه كتير وبيرد عليا، يعني لما بكون متضايقة أو بقعد أتكلم معاه كأنه موجود معايا وهو بيرد عليا، يعني ربنا بيرد عليا في التو واللحظة. حاجات بطلبها كتير وأطلبها منه وبكلمه، لأن ربنا ده فعلا سمعنا في كل لحظة إحنا بنتكلم معاه فيها، وإن كان بيعمل يعني بيأخر علينا حاجة دي لصالحنا، مش لأن هو صانع الخيرات، ربنا صانع الخيرات، فإحنا لما نيجي نطلب منه حاجة أكيد بيدينا الحاجة اللي حسب مشيئته مش مشيئتنا. ممكن إحنا نطلب حاجة وشايفينها حلوة قوي لكن هي مش حلوة، يعني ربنا شايف مش ده وقتها، فهو فعلا صانع الخيرات بيدينا كل حاجة حلوة تبقى حسب مشيئته. أنا بشكره. واحنا بنتفرج دلوقتي او وكل الناس بتتفرج علينا دلوقتي، اكيد كل واحد عنده امنيات وطموحات للسنه الجديده. انت شايفه ايه اللي بتحلمي بيه في السنه الجديده؟ يعني بتمنى من ربنا انها تبقى سنه تعويضات. اي حد زعلان ربنا يطبطب عليه، اي حد مريض ربنا يشفيه ويمد ايده الشافيه، اي حد زعلان من حاجه ربنا يعوضه، وان كل الناس تبقى فرحانه ومبسوطه وعينه على كنيسته وعينه على ولاده، ان احنا ما نحتاجش لحد غيره. بتمنى يعني السنه اللي جايه تبقى فعلا سنه تعويضات للجميع والناس كلها تبقى مبسوطه وفرحانه. طيب نصيحه بقى كده لكل اب وكل ام بيتفرجوا علينا، ازاي يبتدوا سنه جديده، سنه حلوه مختلفة، سنة فيها تفاهم ما فيهاش زعل كتير على قد ما نقدر، يعني أكيد الحياة مش كلها بتمشي حلوة، يعملوا إيه؟ نفوت. الله عليك الله عليك، لسه سيدنا قايل الكلمة دي، قال فوتوا فوتوا البعض. نفوت يعني ما نمسكش على الوحدة، سواء اللي مثلا الأم مع جوزها أو الأم والأب مع ولادهم، ان احنا نفوت، ان احنا نفرح نفسنا ونفرح ولادنا، ما نبقاش مسكين على الوحده، لان الحياه مش مستاهله، الحياه قصيره، فلازم ان احنا على قد ما نقدر نفرحهم عشان هم يفرحونا. طالما احنا بنشوف طلباتهم واحتياجاتهم هم اكيد هيقدروا نقطه زي كده ويحاولوا ان هم يفرحونا، وهيقدروا كل المجهود اللي بتقوم بيه اي ام او اي اب مع ولادها، أكيد هم بيقدروا يعني على قد ما يقدروا يفهموهم ويفرحوهم ويفوتوا لهم، بس مش الحاجات اللي هي ممكن توقعهم في غلط. نحاول على قد ما نقدر إن احنا نسندهم وفي نفس الوقت نفرحهم. أنا سعيدة قوي إن أنا التقيت بحضرتك النهاردة، ومن حظنا إن احنا جينا طنطا عشان نشوفك. مرسي. ونلتقي بيكي وتكوني أحد أهم ضيوفنا اللي نورونا النهاردة في حلقة رأس السنة من أنا وبيتي، وسعيدة وأتمنى يا رب أشوفك السنين اللي جاية كلها وأشوف يعني نفس السلام والهدوء ده اللي جواكي، ونتعلم منك على طول. تعيش. كل سنة وأنتي طيبة. طيب نورتينا. شكرا ليكي. بشكرك يا مدام منال، شكرا ليكي وكل سنة وأنتي طيبة. ألف حضرتك بألف خير. ألف شكر. لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقراتنا بعد الفاصل، خليكم معنا.